يشاركوا في العائله راه من فضلك من فضلك يا استاذ البرنامج برنامج يشارك اخويا ومرحبا بك في كل وقت. سي محمد امين. يا سي محمد امين. خويا ابي حشمتنا سي محمد امين. اش احوالك يا سيدي؟ والله لاباس. طب صح لاباس. حاضر باش تشارك معنا؟ اي سيدي سمعناك الزمارة. ايوه الله الله. اش رايكم يا جماعه؟ مريقله هايله هايله مريقله. ما يبدلهاش ولا مريقلين موافقين عليها. هاي يا سيدي نبدا ونقصد ربي في الجو دو كلاكسون. حاضر يا محمد امين. حاضر اسمعني نقص شويه في الراديو واسمعني من التليفون باش ما يقعدش هكا صوتي عاود تقول اخر الليل في دار عرس. ايوه اس 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 اس. اه يا سيدي السؤال الاول في اذاعه كنوز افام عندنا برنامج اسمه بونجور لافامي. برنامج هذايا يجي بعدنا نحن. واضح ولا يا محمد امين؟ يجي بعدكم انتم. صحيت. قديش من مقدمه موجوده في البرنامج هذايا؟ معناها ينشطوا فيه قديش من واحد؟ كما نحن مثلا اسمه مزيان متكون من شخص 2 3 4 5 6 7 تبارك الله 7 في استوديو. البرنامج اللي بعدنا قديش من واحد موجود في استوديو؟ منشطات. منشطات اي المقدمات. اي المقدمات قديش من المقدمات حسب رايك؟ وجاوبني بالتصنيف. كلاميتها اللي ذا على الكل انت بخير. يا كلمة اللي ذا الكل قديش اللي يجيبها؟ واحد اي مقدمة واحدة من المرمى. ترى زيد ضربة أخرى خاطر مش نسمع فيك بالكدا. اي ضربة اي قديش اللي جابها؟ قديش اللي جابها؟ واحد. السؤال غلط. أنت مكبش. السؤال غلط. الإجابة غلطة. عفوا مش سؤال. الإجابة غلطة. هما زوز مقدمات الزميلة راوية والزميلة تقوى. تقوى. أي نعم تقوى على خير. تحية لهم. تحية لهم. ما يسالش مش مشكل. مازال عندنا زوز أسئلة وزوز إجابات وإن شاء الله ربي يوفقك وعلاش لا تنجم تجاوب وتربح. اسمعني. السؤال هذا الثاني محمد علي محمد امين عفوا متاكد اللي انت بتجاوب عليه بالصحيح ما نعرفش علاش انا متاكد. اشد عندك. السؤال هذا عنده علاقه بالكوره وبالتحديد في الستاد. قديش عرض المرمى في ملعب كره القدم الجول قديش العرض نتاعو؟ قديش من متر؟ 720. والله ما نعرف والله ما نعرف. نسمع كان بالكلاكسو ما نعرفش. سبع كلاكسونات اخويا. والإجابة صحيحة. برافو. صحيح يا محمد أمين. هو راهو بالتحديد يا محمد أمين وإجابتك صحيحة 732 عندهم قيمة كبيرة في الكورة. تفضل وائل. قول لي مثال 032 بالكلاكسون باللي على خاطر سوال على رسم الجوهرنا. 032 اعطينا 032 بالكلاكسون اكل دوب ما تنقر امشي هالضربه ضربه باه قريبه 32 37 هذه النص هذه. اه يا سيدي عندنا سؤال صحيح وسؤال غلط. سي محمد امين الى حد لهنا نجم نقولوا نحن تو في الدقيقه 90 يا تماركي بونتو ونربحوا يا ما تماركيش بونتو والله غلب نمشيو نروحوا قال مروان. حاضر للسؤال الثالث. اي توكل على ربي. اي شد عندك. والسؤال عنده علاقه بجدول الضرب. شنو هو العدد اللي نضربوه في الثمانيه نلقاو النتيجه نتاعو 48؟ عدد نضربوه في الثمانيه يطلع 48. صحيح. شنو هو العدد اللي نضربوه في الثمانيه يطلع 48؟ ما تجاوبنيش كان بالكلاكسون. كيفاش؟ الكلاكسوني معناها كلاكسوني خويا تفضل لك الاجابه. اسمعني اللي بحذاك راه ضحك شوش علينا ما سمعناش. اخفهم شكون بحذاك في الكهرباء. هاي مدام يا مدام لا قسم التشويش يا مدام يرحم والديك خلينا نسمعوا الكلاكسون يا مدام. يا اخت جيهان بالتحديد يرحم والديك. عاود لنا سيدي عاود لنا الاجابه ووضح لنا الكلاكسون تفضل. ايه تفضل. ايه
خويا الناس كنت تنفذ الشارع. هي تركنت انت بالكرمة. الإجابة هي قداش؟ ستة. ستة ما نجم نقول لك كان حاجة برك يا سي محمد أمين، للأسف الإجابة صحيحة. برافو 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 برافو. لا بلا بجدر الضرب. أعطيك صحة. لا أسمعني، في أمور كاراتيه مريقل صاحبي، أعطيك صحة أمور كاراتيه وكرة. لا لا لي شطرنج زيادة صاحبي، نعمل شطرنج. شطرنج ملا جوك مروان أنت وسامة التونسي ملا قسم الرياضة. يعطيك الصحة، مبروك عليك، ربحت معانا سبيكر من أداء بوتيك وين ستور سي محمد أمين. لك كلمة الختام، شنو تحب تقول؟ شكون تحب تقدم ديديكاس؟ تفضل يا غالي. أخويا يعطيكم الصحة وجوكم أحلى جو، ونحب نقدم تحية للليكيب الكل، وجيهان ومرتي هاي بجنبي، ربي يفضلها الناس اللي تحب تعرفي الكل. عايشك، شكرا يا محمد أمين، ربي يفضلها لك وربي يوصلها بالسالم إن شاء الله. أمين يا رب، أمين أمين يا ربي، ربي يخليك يا محمد أمين، إن شاء الله ديما تسمع فينا، ديما عامل جو. أنا نحب الغنية دي، نهدي لمحمد أمين اللي حفلها معنا، يعطيه الصحة ويرحم والدين والديه، ومبروك عليه، هو ربح زادة. أنت كان تحب تربح ما عليك، كان تشارك وتطلب النمر البسيط 31329000. توا يا جماعة باش نبدلوا شوي المود نتاع ليميسيون، باش تسمعوا جو، باش تعملوا إيفور عالمي، برشا جو، برشا موزيكا وبرشا تفدليك. حضروا رواحكم باش نخرجوا نسموا الأغنية المزيانة دي الفنانة اللي نحبها برشا، صديقتي زعزع.